سلام، اليوم راح ألعب معاكم لعبة شو جومبينج. هذه اللعبة أول مرة ألعبها معاكم، وهي عبارة عن أحصنة وما شابه ذلك. طبعا فيها مراحل، لازم أفتح كل مرحلة، أختار المكان، هو عبارة عن يعني سباق خيول. هذا شنو تسوي؟ اوكي، لو لبست فيها طبعا تقدر تختار لون الحصان، بس انا جديدة ما اعرف اللعبة هذا شوي. المرحلة الثالثة التحكم فيها عن طريق الجهاز نفسه، تلف يمين وتلف يسار. اوكي يس، سويتها. نروح يمين شوي، يمين يمين، وسويتها. هذه محاكية اتوقع خيول. المرحلة اللي بعدها شوي شوي تبدأ تصعب. هذا اول مره يحطوا لي اياها. اوكي عديتها. لا طيحت وحده. يلا ماشي ما عليه. والمرحله الرابعه هم فزت فيها. اكتبوا لي بالتعليقات كم واحد فيكم يحب الخيل، او كم واحد فيكم يعرف يركب خيل. انا عن نفسي يعني عادي اركب خيل، بس يعني مو ذاك المهارات العالية فيه، يعني عادي. اوه اخر واحد طيحت. وهذه كانت نهاية فيديو اليوم، اتمنى تحطوا لايك، تشتركون بالقناة، اكتبوا لي تحت اسماء الالعاب اللي ودكم العبها، ومع السلامة.